غير كورس. حنا جينا للسوبر مارشي باش نتقطعو داكشي اللي خاصنا. دونك الفلوغ غنبداوه بلي كورس ان شاء الله. جينا شويه بكري باش زعما نلقاو خاوي، ولكن الدنيا مطرطقه. حنا في لاكيس عرفتو مطرطق مطرطق ديال بصح. هادشي غير جينا زعما الصباح، ما كون جينا في العشيه. باب باب حنا سالينا لي كورس، سوف كو عرفتو لا كو قدا قداش في الحوت، وانا الحوت هو اللي خاصني باش ندير ديك لاسوب اللي قلت لكم البارح. مي فوالا ما لسي طومبي، وغادي نمشيو نشوفو واحد مول الحوت. بصنا بلي حدانا لا لا عرفوش، انا جو بي اسيي نعيط ليه نشوفو جيسبيغ نلقاه. سينو مشاو داك الفنصر غيمشيو بعدا هذا اللي حدانا، باسكو انا شفت ديك المره عنده زعما الحوت. ايوا اسبيغ نلقاوه باش نديرو ديك لاسوب اللي تهيناها. عرفتو مطرطق ما نعاودش ليكم. اسيدي رضوان هو كيدير اخويا احنا رجعنا للدار. شميش اليوم الجو صراحه غزال بزاف. بالنسبه للحوت كما قلت لكم ما خديتوش من مرجان، لقيت واحد السيد هنايا حدايا كيدير الحوت، انا داكشي صراحه زوين ونقي، دونك خديته من عنده نقاه ليا ودار ليا داكشي كله كما قلت ليه الصراحه. دونك فرحت بزاف باسكو الحوت صعيب باش تلقايه طري وتلقايه زعما على جهودك. غنبارطاجي معكم شنو خديت. بون هنايا خديت الحليب، واخا باقي لي ولكن الحليب ضروري عندي في رمضان شطوك عندنا، ما يمكنش يدوبو السحور بلا فلون، زعما هادي ما عندوش في القاموس. الوغ هنايا خديت الفوارو، خديت سيترون. الوغ سيترون خديت جوج كيلو باش ان شاء الله غادي ندير داك الكونسونطري دو سيترون. لي شيغي لي كانو جربوه فاش كنت بارطاجيتو معاهم يخليوها ليا اون كومونتير، باسكو كيجي رائع جدا جدا جدا. كونسونطري دو سيترون بحال بعد كنشرح لكم، هو كيجي بحال اون كلاص، كتاخدي واحد جوج حتى ثلاثه معلقات تتخلطيهم مع الماء ولا سيترونات ديالك واجده، فريمون واعر بزاف ان شاء الله. اولا نديرو وفاش غنديرو غنبارطاجي معكم لا روسيت. هنايا عندي كيزو، عندي بطاطا، المونغ، فليفلا حمراء وفليفلا خضراء، هنايا مطيشه، صافي هادشي اللي خديت. هنا خديت هاد المشتي، هذا ديما كناخدو كنتسحر به باسكو تيعجبني بزاف، ماشي بلافوان، بداك لو ري سوفلي و لي غرين بحال دابا الزريعه وداكشي والشوكولا، فريمون واعر بزاف. كندير معاه لي غرين دو شيا وياغورت ولا فروي، وتندير هذا. خصني ان شاء الله نتقاسم معكم الروتين ديالي من بعد السحور ولا في السحور وداكشي كامل، ستاجيغ من بعد الفطور ان شاء الله شي نهار نديرها. هنا عندي زدت الفينو باسكو بريسك تسالى ليا. خديت هاد لي بلاستيك ازيب الزرقين ديال كونجيلاتور، ماشي ديال الثلاجه، الزرقين ديال كونجيلاتور والحمرين ديال الثلاجه. هنا خديت لو فون ديال لي طارت، فيها جوج، هادو صراحه ينفعوني بزاف في رمضان. تندير واحد لا طارت ديال الفريز واعر بزاف، غنتقاسمها معكم اليوم ان شاء الله غادي نديروها. غير شفتهم وعدان قال لي طارت فريز بليز اليوم ان شاء الله غادي نديروها. غنتقاسم معكم لا كريم باتيسير تجي واعره وبنينه. جو بريفير ميل فون قاد لا كريم باتيسير عندي في الدار، ولا نشريها هكاك واجده زعما ونخلطها مع الحليب، كتجي رائعه جدا. نتقاسم معكم الوصفه وتشوفوا كيفاش كنزين لا طارت ديالي وكلشي. هنا هللويا 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 لقيت لي كوب دو بولي، هادو كنحمق عليهم ديما ما تلقاهمش في لي كونط سورفاس زعما اليوم مع رمضان والناس كتقدا والسبت داكشي امبوسيبل نلقاهم. اي لقيتهم هادو صراحه كيفوني بزاف، البولي لي كوب دو بولي ماشي ديال لادار، حيت فريمون كيجيو بنانين بزاف. لقيتهم دايرين لا بات فيتي هكا في ميزون، خديتها حتى هي حيت لا بات فيتي تاخذ الوقت بزاف وخصها دليك والزبده وداكشي كامل. كنديرها اوغ رمضان، ولكن في رمضان صراحه ما تيكونش الوقت بزاف ديال الحوايج، دونك تاخذها واجده. وداكشي بحال باش يجينا ساهله وهذا راه كنتقاسمها معكم. خديت اناناس بالصلا، هنايا لو فلون، خديت هاد المره هاد لو فلون هذا ديال نوازيب شوكولا، صافا غابلي شويه نوتيلا، قلت يمكن لوغو ديالو غيكون زوين، اول مره غادي نجربوه دونك خديناه. صافي هنايا خديت فريز بوغ لا طارت فريز، جو فريمون اتابسي جيني الجوع. وهنايا اللحم، اللحم باردون، البواسون، البواسون خديت الكروفيت، كروفيت تيغري و الكالامار و الحوت الابيض اللي كنديرو في لاسوب. صافي هنا شنو كاين؟ ها
كيلو الاخر ديال السيترون. صافي دونك غادي تبقاو معايا قبل ما نبداو بيان سور لي بريباراتيف كيما ولفنا، غادي نحيدو علينا هادشي كامل نكرطو ونردو كل حاجه بلاصتها، وعاد ان شاء الله نبداو. جو بونس غنبداو بلا كريم باتيسير باش تبرد ونخشي لا طارت في الثلاجه وتكون مزيانه لقيتها ديال الفطور. هادي دابا 4 لارب 4 لارب جو بونس غيقدني الوقت ان شاء الله. ولا سوب دو بواسون اللي خصني نبارطاجي معكم في هاد لو فلوغ واعره بزاف بزاف بزاف، كنديرها بالحوت والخيار. بون غتشوفوا لا ريسيت بار لا سويت، خليكم معايا. بديت به هو الاول باش نحيدو عليا، بغيت غير نقول لكم دابا فاش مشينا نشريو الحوت غتالا عندنا عندك وخليتو ينقي لي الكروفيت وقال لي عندنا صافي انا غادي نرجع موراك. ديما تتوقع لنا هاد القضيه، ديما فاش كنمشيو شي بلاصه تيسحابهم الناس راه انا وعندنا الخوت، باسكو تيلمو تنتشابهو واخا انا سمراء عليه. اش من سمراء عليك؟ سمراء عليك عندنا. اش من سمراء عليك؟ والله حتى سمراء عليك يا بابا. المهم انا سمراء عليه وعندنا لي شوفو تاع حنا نوار ودوك الملامح ديالنا زعما بجوجنا كحل، ديما كانت كتوقع لنا هاد القضيه. عقلتي فاش كنا خدامين بجوج؟ كنا خدامين بجوج. شكرا ديت الصرف. كنمشيو للبيبات مثلا نفطرو باسكو ديريكتومون تنمشيو نفطرو، كنفطرو بجوج المهم ديما بجوج وداكشي. ايوا كنا خلصناها وما كانش عندها الصرف، قلت لها صافي خلي عندك، قال لها عندنا صافي خلي عندك الصرف تنجي صافي. وكانت عندي بوزي يمكن مع شي 10 ولا 11، قال لي تجيبي واحد الصرف خليته عند هذيك اللي في البوفيت. صافي مشيت انا خديت الصرف في العشيه، هو مشى يمكن ياخذ شي تخربيقه تما ياكلها، ويقول قلت له زعما راه الصرف دات اختك. ديما هاد القضيه ديال خويا واختك ديما هادو راه عام الصرف وما تصاوبوش. اه واش حنا كنا خدامين تما 2 زون 3 زون. الوغ اول حاجه غنبدا بها هي لا كريم باتيسير. دونك هنا عندي السيترو ديال الحليب، غنزيد عليه واحد 50 غرام، يعني النص ديال الكميه اللي غنستعمل نورمالمون في لا كريم باتيسير كامله، يعني 50 غرام ديال السكر سنيده. وهاد 50 غرام اللي بقات لي انا غنوريكم شنو غادي ندير بها. دونك غادي نخلي غير الحليب غير يسخن، ماشي يفيض، غير يسخن مع داك السكر. و اونتر طون هنا لو طون اللي الحليب كيسخن ليا، هنا غناخذ جوج بيضات. كاين اللي كيستعمل غير صفر ديال البيض لا كريم باتيسير، انا اعدى حاجه عندي هو شي طيه الصفر ولا البيض في شي وصفه، حيت فين ما تلقى ما ندير به حتى اللوحو. هاد الوصفه هادي ناجحه 100%. دونك ديروا جوج ديال البيضات، الكميه اللي بقات لكم ديال السكر سنيده يعني 50 غرام،
هنا غنزيد لو سكر فانيي ديالي. الى عندكم سكر فانيي ليكيد تقدروا ديروه ليكيد. اخر حاجه غادي نضيف جوج معالق ديال النشا، يعني 60 غرام ديال لا فارين دو مايز اولا مايزينا. صافي هنا غادي نحاول نسق ليا هذا. هنا غادي نخلط المكونات كامله مع بعضياتها باش ما يبقاش ليا داك المايزينا محدب. صافي هنا من بعد ما خلطت الخليط كيكون داك الحليب مع السكر هنا غادي نكبري شويه، غنكبش بزاف باش داك البيض عاوتاني ما يطيبش ليا. غادي نحرك مزيان، نزيد واحد شويه. هاد العمليه غير باش ما يطيبش ليا البيض، يعني الخليط هذا ولا الحليب راه غيتخلطوا فينا الماء بجوجهم، غير كنضيف الحليب على البيض بشويه باش ما يطيبش. انا راني صحابني كنسجل وهي راه ما كنتش كنسجل. داك الخليط اللي خلطت يعني مع الصفر مع البيض ومايزينا وداكشي كامل اللي استعليهم الحليب شويه سخون، عاود تكبيتو هنايا. صافي وغنبقى نحرك بهاد العمليه هادي حتى يعقد ليا تتعقد ليا لا كريم ديالي. لي شيري هي لا تيكستور اللي تنقلب عليها فوالا. اللي كتبغيها عاقده اكثر من هكا تزيد ليها شويه ديال المايزينا وتخليها عاوتاني فوق البوطه، حيت مازال غادي تشد ليا راسها شويه منين غادي ندخلها للثلاجه. صافي انا هنا غنطفي عليها. الوغ فوالا يا شيري، ها هي لا كريم باتيسير ديالي وجدات. هنا غادي نكبها هنايا في هذا ديال الزاج. هنا غنغطيها بواحد الفيلم اليمونتيغ، ماشي غنغطيها هكا مي فريمون تكون قايسه لهنا، حيت هاد لا كريم باتيسير غتكون ليكم واحد لا كروت فوالا. دونك حاولوا ديروا لها هكا فريمون، هاد الفيلم اليمونتيغ يقص القصه هكا، السطح ديالها كله يكون مغطي لها الطريقه هذه. صافي دابا غادي نخليها غير تبرد هنايا شويه وعاد ابخي نخشيها في الثلاجه باش تبرد ليا مزيان. داكشي علاش بديت بها هي الاولى باسكو تاخد ليا شويه ديال الوقت. دابا غندوزو باش نوجدو لا سوب دو بواسون ديالنا. ابين ساليت باسكو درت غسله لافابو بتيدو جافيل كما عارفين مع الحوت، درت الحوت كونجيلاتور نقيتو المهم قطعتو طريفات وداكشي كامل. الوغ هنايا لي زانغغيديون ديال لا سوب غادي نعطيهم لكم، عاد ابخي غادي ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي نحتاجو لا فيرميسيل حبه وحده صغيره، هنايا الشامبينيون. انا خلطت باسكو عندي جوج انواع ديال لي شامبينيون، لي شامبينيون نوار وصافي. هنا غادي نحتاجو جوج معالق كبار مقببين ديال المايزينا. بالنسبه للحوت خديت الكروفيت، هنايا الحوت الابيض ديال الحوت الابيض والكالامار. تقدروا تاخذوا 20 درهم 20 درهم 20 درهم تقريبا، راه غادي تعطيكم هذه الكميه هذه. غادي نحتاجو زبيده وغادي نحتاجو 5 ديال لي رونديل ديال الخيار مع البواغو. هنايا عندي جوج ديال لي بواغو وخمسه ديال الغندال ديال الخيار ومليحه وبزيره. بالنسبه لي زانغغيديون نسيت ما قلت لكمش، غتحتاجوا الكرافس وغتحتاجوا الصوجه حتى هي. الوغ انا غادي نخدم على جوج جوايع وانتم غتمشيو معايا اون باراليل. الوغ اول حاجه غندير طريف ديال الزبده هنا، وطريف واحد اخر هنايا. الوغ هنا غادي نرمي البواغو، وهنا غادي نلوح الكالامار. هنا غنزيد معلقه كبيره اونس ديال الكراس، هنا غنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار حتى هنايا. الوغ هنا البواغو مع هذا مع الكرافس مليحه وبزيره كيتشحروا. هنا غنزيد الكريفيت ديالي فوالا، شوية ديال الملحة شوية ديال البزار. وشوية ديال الصوجة.
هنا غنضيفو جوج معالق كبار ديال مايزينا، غنزيد الماء سخون غير شوية، ألوغ هنايا غادي نضيف هاد لي غونديل ديال الخيار ديالي، صافي هنا غادي نتسنى غير ديك مايزينا تعقد ليا شي شوية، وعاد غادي نجي باش نمرق مزيان. هنايا تقريبا طابو، غنزيد عليهم الحوت الابيض باسكو دغيا تيطيب حتى هو، غنزيد ليه غير شويه البزار والصوجا، صافي نخليهم تيطيبو مزيان. هو الما ديالي شتو كيفاش بدا كيعقد، كنخليه يطبخ مزيان باش داك لوغو ديال الخيار يطلق فيه مزيان مزيان، عرفتي فريمون تيعطي واحد لوغو رائع جدا جدا جدا. جربوا هاد القضيه ديال الخيار في لا سوب دو بواسون وردوا عليا الخبر. صافي هنا غنطفي عليه وغنخلي فيه ديك الرميه ديالو، ما غاديش نرميها. الو هنا غنزيد لي شامبينيون نوار، نزيد فيرميسيل، صافي هنا غنمرق مزيان. غنزيد الصوجا، هادي اللي عندي راه خفيفه، الا كانت عندكم الصوجا ثقيله ديروا غير شويه، شتي انا راه كنديرها ولكن ما تتبانش باسكو خفيفه هاد الصوجا اللي عندي. الوغ لي شيغي هنايا من بعد ما طبخ لي داكشي مزيان غادي نجي ونزيد الحوت ديالي مع هاد البويون ديالو. سالا بون، سا تري بون، بنينه فريمون كتجي بنينه. هاتي الريحة عاطية في الكويزين كتشهى. هنا غنزيد شوية ديال الصوجا، صافي وهكا لا سوب ديالنا كتكون واجدة. فوالا دونك غادي نخليها غير طبخ حتى هي شي شوية، صافي ونحطها دو كوتي ونمشيو نوجدو لا تارتو فريز باسكو لا كريم باتيسير غتكون بردات شوية. الوغ فوالا لي شيغي، هاهي لا كريم باتيسير ديالي بردات، دونك هنا غادي نحاول نجيبها في لوفون. تفرج في هادي سير لهادي تفرج في هادي، واحد شويه كنشوف الساعه كتبان لي السبعه قبل القسمين. دونك هو غيدير لو جو بانان و حليب غابيدوس باسكو مبقناش الوقت باش نعصروا الليمون. صافي هنايا لا سوب ديالي و الكيش ولي شوسون كيسخنوا. با 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 سالير سوبر بون. ماشي هنا قدي بلا يسك و بونست عليها دي غران دو شيا من الفوق. يام 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 يام. انا وريكم كيفاش جات قبل ما يأذن. شوف عاتي ما كرهتش نصيفط لكم الرويحه، ناري شحال عجبني. ندخل الكاميرا هنا نلوح انا باش يدوق. ها ندخل الكاميرا هنا تلقى تشريعه. هي طبيعتنا دونك عندنا لا تارت او فريز
بانان كيش ديال البارح لي شوسون الا بغيتو لا ريسيت الشوسون معمرين بالكبده ولا كيش بالكفته وشامبينيون وداكشي كامل الا بغيتو لا ريسيت راه تلقاوها في الفلوق الثاني صافي وجود بانان وبيان سور محبوبات الجماهير ويلي شيري وي حنايا فطرنا واستريحيت وتفرجت شي شويه صافي بدا كيجيني النعاس درت هنايا ابارفي ديالي كرين دو شيا ياغورت فرامبواز ميرتي وغرانولا صافي غادي ناكلو دابا ونمشي للناس نقول لكم تصبحوا على خير ونتلاقاو غدا ان شاء الله مع جوج فلوق جديد باي باي.